عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله يا رب تكونوا بكلكم بخير وفي صحة جيدة. قولوا لي شنو احوالكم، شنو عاملين اول العطلة؟ ان شاء الله يا ربي تعدي عطلة مزيانة، ان شاء الله عطلة صيفية تكون مزيانة لكم ولصغيراتكم، وان شاء الله تتعدى الايامات يعني على احسن ما يرام وكما نحبوا ونشتهوا. حاسيلو اليوم حبيت نبط عليكم، رجعت لكم فيديو خفيف نظيف كما عودتكم باش نعمل معاكم روتين هكايا نتاع نهاري كامل بيان سير، شنو هما الحاجات باش نعملهم ونشارك معاكم هكايا نهير بكل نشاط وحيويه كما عودتكم. اول حاجه نحب نرحب بالمتابعين الجدد اللي دخلوا معايا في القناه، نرحب بكم برشا برشا برشا، جيتوا معايا من ليبيا من المغرب، زيد اخت معايا من مصر، نرحب بكم برشا برشا. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم القناه والمحتوى خاصه، وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم متابعيني وحبابي واصحابي اللي يعني تتابعوا فيا من قبل وتدعموا فيا من قبل، وديجا والله بكلامكم انتم وكومنتاتكم وميساجاتكم اللي تجيني على البريفي ما تصورش قداش نفرح بها، هي ديجا اللي تخليني نقوم ونصور ونتشجع وماذا بيه ما نغيبش عليكم. صدقوني كل يوم تبعثوا لي ميساج ابتسام وينك ما تغيبش علينا، نغيب عليكم نهار ما شاء الله تبعثوا لي الكل. ان شاء الله يا ربي ديمكم نعمة في حياتي وان شاء الله ربي يفضلكم ونحاول كي لماكسيموم. تعرفوا طوى عطلة، خاصة الفيديو هذا ديجا صورته لكم نهار السبت امس يعني اول نهار في العطلة، ما حبيتش نطول عليكم برشا، ما حبيتش نغيب عليكم، مني هكاكا نشجعكم ونشجع بعضنا ونعديو هكايا صبحيه ياسر مزيانه مع بعضنا. كهو الفيديو هذا ديجا صورته بالضبط بالضبط الوقت، تعرفوني يعني من مستانسه كيف كانوا صغار يقراو ونقوم بكري برشا، تو نحب كي نرتاح شويه الحقيقه، نحس في روحي تعبه شويه، رجع لي تعب نتاع كامل بيان سير قومين بكري، وخاصه الريتم الجمعتين الاخرانيين هذوما الريتم قوي عليا على الاخر اخر يعني العام، وزيد صغار معناها كملوا يقراو والخدمه مع شويه خدمه مع التعب حصيروا تحضيرات المرواح، تعرفوني باش نروح معناها مازالوا لي بقدره ربي برشا تسالوا فيا ابتسام وقتاش باش تروح، ان شاء الله بقدره ربي كان عشنا مازالوا لي جمعتين ان شاء الله نعديهم مع بعضنا اكيد نتونسوا ببعضنا. حاسيلو قلت لكم ريتم قوي عليا على الاخر، نحس في التعب الكل رجع لي، صدقوني نحس في روحي ماذا بيا الساعه اللي نرقدها نربحها يعني، وسيرتو نعرف يعني وين يقربوا ايامات المرواح وواحد يزيد يتعب اكثر. سبحان الله يعني الواحد يكفر التعب ويجينا يعني الشوق نتاع المرواح كستريس، وتعرفوا خاصه يحسوا بيه كان الناس الغربه، ونحسوا بالايامات بالحق جمعتين تقول عليهم عامين صحيح يعني، نحس فيهم فيسع فيسع جاوني ونحس في المروحة قريب على الاخر، اما ما تتصوروش قداشني متشوقة قداشني فرحانة. ماذا بيا الايام تتعدى فيسع فيسع، خاصة قلت لكم كيف الصغار يصلعوا كهو، ماذا بيا ماذا بيا يكملوا المكتب نروح طول طول، اصلا نحس روحي يعني صغار ديجا كملوا المكتب، نحس روحي ما عندي ما نعمل يعني بالحق، السنين هذوما ديجا عم ناول وسنة ما نخدمش يعني، كنت اني نخدم قبل كنت نخدم في الصيف، صغاري يروحوا يعني يمشيوا ديما يروحوا في الصيف ما عداوش حتى صيف عام برك عديناه لهنا في الصيف صيفيه برك عديناها وقتها الكوفيد يعني وقت الكورونا، الناس الكل وقتها ما روح حتى حد، العام هذاك برك ما روحوش الصغار هكا، وعد قلت لكم هذاك الريتم ديجا اللي استنسنا به يعني صغار مادامهم في العمر هذايا مادامهم صغيرات بالحق نروحوا بهم يتفرهدوا، وخاصة كيف نبدا ما عندناش حاجة مشاغلتنا وإلا الناس اللي متخدمش وإلا كونش إذا ظرف يعني رابطك ظرف معين، إذا يعني العائلة تخدم البو والأم دونك ما ينجموش، هذيك حاجة أخرى يعني إن شاء الله ربي يعين الناس الكل وإن شاء الله ربي يعين على غربتنا، أما ما فيها باس يعني حتى لهنا كما ديجا سبق وحكيت معاكم في الفيديو اللي فات يعني فما برشا بلايص مزيانين في إيطاليا تنجموا تخرجوهم تنجموا تفرهدوهم تنجموا تزهم للبحر، ديجا البحر ياسر مزيان، عنا برشا بلايص متاع بحر في إيطاليا ياسر مزيان، عنا لاك زادا ياسر مزيان، وإذا يعني ولادكم فوق يعني 13-14-15 سنة ينجموا يعني يعملوا على رواحهم ويخرجوا يتفردوا، أما من المستحسن هكايا بالحق نعلموهم عاداتنا وتقاليدنا ويعرفوا بلادنا وبحرنا بالحق، خاطر إذا كبروا وصلوا لعمر معين
وصلوا فوق 18 سنة 19 وأكثر، يوليوا يعني تربطهم يعني مشاغل الحياة، يكبروا قرايتهم زادت تتبدل، يوليوا يعني ما عادش ينجموا يروحوا في الصيف من أول الصيف، يولي يربطهم بريود معينة، يوليوا يكملوا قرايتهم مؤخر، وإلا زادة ما نعرفش يوليوا يخدموا يعملوا على رواحهم، على خاطر سبحان الله يعني البريود هذه كل شيء يتبدل. بعتالي الصغير إذا كبر مشاكله تكبر معاه، حياته تكبر يتبدل تولي حاجة أخرى، نتعداو كل مرة من مرحلة لمرحلة. دونك كانكم ولادكم صغيرات كيفي اني تمتعوا بيهم لماكسيموم، يروحوا خليهم يروحوا لبلادهم لماكسيموم، يعرفوا عائلتهم، يعرفوا أهلهم، ناسهم، لغتهم، بلادهم، تهزوهم يعني للبلاد، خاصة تدوروا بيهم تونس كي تعرفوهم في بلادنا، وتعرفوهم اللي تونس ياسر مزيانة، حتى احنا زيد عنا ياسر بلايس مزيانين في تونس، حسيلوا نحاولوا الماكسيموم هكاك نغرسوا فيهم عاداتنا خاصة وتقاليدنا، هذيك أهم حاجة. خاطر بالحق لهنا في إيطاليا يعيشوا عام 12 لهنا كما نقولوا المدرسة تربي والشارع يربي، وسبحان الله يعني كل شيء تبدل تخلط عليهم. بالحق يعني قدر من حاولوا ان نغرسوا فيهم عاداتنا وتقاليدنا، ديما فما حاجات غالبة علينا، على خاطر هما يعدي وشوفوا معناها ما شاء الله 8 سوايع في المكتب، دونك باللي نحاولوا يعني نوصلوا لهم المعلومة اللي احنا مسلمين واللي احنا عرب، ولا سبحان الله فما حاجات نجموا يعني نغرسوها لهم براتيكمون. ماذا بينا في الصيف نروحوا بيهم 3 شهور هكاك، ما شاء الله ديجا يعرفوا كل شيء عن تجربة، يعني اني ولادي ما شاء الله كل عام يروحوا كما قلت لكم يعرفوا كل شيء ما شاء الله، يعرفوا عائلتهم الكل، يبدأوا يستناو يعني بالحق يبدأوا يستناو بدقيقة ودرج وقتاش يروحوا وقتاش يجي الصيف. سبحان الله معناها خاطر غرست فيهم العادة هذيك، وجاتني واتتني ظروف وخدمت وما سلمتش وروحت بيهم الحمد لله، لقيت عائلتي وقفت معايا، عائلة راجلي إن شاء الله ربي يفضلهم لي وقفوا معايا، وكهو الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل وربي يعطينا الوقت الباهي والظروف الباهية. بالحق الدنيا صعبت على الأخر، الله غالب يعني غلاو علينا المعيشة برشا، نعرف يعني فما ناس يعني ما تقدرش البيئة ولات غالية برشا وظروف تبدلت، وبالحق تقاه الواحد يخدم عام 12 باش يحصل يعني حق البيئة. نعرف ناس بالحق صعيبة عليهم والعائلة هكي تكبر والكل، أما هذيك هي الدنيا، كل حد وظروفه، كل حد يعني ويمشي على حسب ظروفه كما نقوله. الحمد لله على كل حال، كما تراو حسيلو مني قاعدة نحكي معاكم، مني هكاية نخمل في الدويرة ديجا، قلت لكم الجمعة الأخرانية ديجا شاركت معاكم كل شيء، ضغط كان عليا على الأخر، مني نقضي للمرواح، مني نحضر في روحي، مني زادت تلاقى عليا يعني الحفلة متاع ولدي، كانت ديجا نهار الخميس كما ريتو في الفيديو، وحفلة متاع بنتي نهار الجمعة، يعني نهارين على بعض مصدقوني تعبت فيهم على الأخر، يعني تحضيرات وخروج، يعني عادي بريسك عشوية كاملة لبرا يزمني نقعد معاهم لين يكملوا، حتى تيتيب صدقوني نطيب اللي يجي اللي كتب يعني حاجات هكاكا خفيفة، ما عملتش عندي صدقوني 3 ولا 4 أيام ما طيبتش حاجة هكاكا بعقلها كما نقولاني، كل يوم نطيب هكاكا حاجة خفيفي باش نجمت روحي. وزيد واتتني زيد شوية خدمة، عندي شوية خدمة متاع حلو حسيل والله تعبت على الاخر، اللي خلاني النهار هذا ديجا امس كما قلت لكم صورت لكم الفيديو، قمت بعد 10 يعني 10 ديجا هكاكا قمت اني وصغار، حتى الصغار زيد تبدل عليهم ريتهم الكل تو، خليتهم في عقلهم، قلت لهم ديجا قعدوا سهروا يعني قاموا هكاكا ما قمنا من بعضنا حسيلوا 10 هكا، حطيت لهم ديجا فترة وبعد قعدوا قلت لهم تلاهوا بختكم شويه جوري وخليني نخمل تخميله باهيه للدار، كل يوم نبلفط حسين نخمل من فوق لفوق، مانيش قاعد نعمل مش قاعده نعمل في تخميله باهيه هكا، قلت الصغيرات باش يشدوا الدار خليني ننظفها بالباهي هكاك، حتى كيف يلعبوا ياخذوا راحتهم ونقص لهم شويه هكايا برشا شارج، نحيتك الطابيات الكل ونحي خليهم يلعبوا، خاصه ولدي مغروم بالكوره على الاخر، يتحرك بالكوره، يمشي بالكوره، يجيب بالكوره، راه سبحان الله ما يركحش، حتى البركون وكبروا ما يرفعوش، يحب يلعب بالكوره في الدار هكا. هذاك اللي خلاني نحيت الفرش الكل، قلت له برا ديجا باش ننظف ونمسح، وبرا قلت له العب على راحتك هكاك تبدا انت مرتاح واني زيد مرتاحه، خاطر سبحان الله قد ما تنظف وقد ما تنظم كي يبداو الصغار في الدار زايد، يعني عباره عملت حتى شيء، هي الحكايه نظفت تو ونظمت تو ترجع شويه تلقى الحكايه هي، دونك قلت نوسع لهم
نظف لهم الدويره، نمسحها، نعمل لها تنظيفه باهيه، وبعد نخليهم يلعبوا في عقلهم. وديجا تو هكا باش نبدا ان شاء الله مقرره ليمات هذوما، قلت لكم ما عادش برشا يعني من با، مازالوا جماعتين، نولي كل يوم نجبد التركينه، نعمل حاجه البلاصه اللي نظفها نرتاح عليها هكا ان شاء الله بقدره ربي، باش الواحد كيف يرجع يلقى الدنيا نظيفه، وخاصه بعد نجيبوا عولتنا ونرجعوا حاسيلو طول طول بقدره ربي. اني يعني باش نعدي صيف كامل في تونس ان شاء الله كان حانا ربي، نرجع طول طول لي رونتري سكولير. دونك يعني ماذا بيا الحاجه اللي التركينه اللي نظفها نخليها نظيفه هكاك، بعد نلقاها كما هي، نقص على روحي كيك الكتب نتاع الصغار، ننظم لهم يعني بيوتهم، نحي الزايد يعني الحاجه اللي تتلوح اللوحه، الحاجه اللي تقعد نخبيها نعبي لهم كريدن. الحمد لله زيد عندي جراج كبير نجم نوسع فيه يعني الحاجات الزايدين عليا الكل نهبطهم، ننظم روحي ونبدا نحضر زيد الدبشيت باش الصغار، نشوف يعني ننظم لهم امورهم، الحاجات يستحقوهم لهنا نخليهم لهم، والحاجات اللي يعني باش نروح بيهم نبدا نخبي من تو. ديجا ديما تسالوا فيا ابتسام بربي انت قريب باش تروح قبلنا، خاطر برشا يعني مروحين اكثر، اغلبيه الناس مروحه يعني الحمد لله، هذيك الحاجه الباهيه اللي تشجعك تلقى ما شاء الله ناس تقول لا لا مانيش مروحه، تلقى يعني العباد تعيط وبي غاليه والكل، وبعد ما شاء الله تلقى التوانسه الكل الحنين يجبدهم سبحان الله، تلقى اغلبيه التوانسه يروحوا يعني 80% يروحوا ويصيفوا يعديوا حتى شهير، الحاجه هذيك سبحان الله خاطر الحنين للبلاد ما نجموش ما نجموش زيد، حتى كما روحناش في الصيف نروحوا في الشتاء، ولازم الواحد لعائلته وفاميلته واهله وناسه سبحان الله، ولازم الواحد يكسر الغربه سبحان الله، لازم ما تنجمش يعني العام على خوه لهنا ستريس ياسر، معناها مشاغل الحياه ياسر، دونك الواحد ماذا به يروح هكاك يبدل كما نقولوا يبدل الجو ويبدل هكايا الريتم تاع الحياه شويه هكا. قلت لكم عاد نبدا نحضر في روحي، وتسالوا فيا ديما ابتسام شارك معنا انت مروحه قبلنا شنو الحاجات اللي تعملهم الكل هكاك، يعني تو ديجا اني ريتوني يعني قضيت معاكم يعني القضيات اللي قضيتهم الكل وريتهم لكم، ما خبيت عليكم حتى شيء، عندي من قبل ديجا نقضي، فما حتى فيديو صورته في الشتاء وقت قلت لكم هذوما قضيات باش نخبيهم يعني للمرواح، والحاجه اللي شريتها يعني صبتها الحمد لله، خاطر تو يعني اني لا لحقت على سوليد لا فما سكونت لا شيء، يعني كل شيء اخذته بسوم وما فما حد شيء رخيص الحمد لله، الحاجات اللي اخذتهم قبل وشريتهم ربحتهم ونفعوني بالحق والله، ما خيرش الواحد ينظم روحه، اذا تعرفوا روحكم باش تروحوا يعني في الصيف دونك تقضيوا قبل وقت، والناس اللي باش تروح في الشتاء اللي مكتب لهاش باش تروح في الصيف هذايا تعرفوا روحكم باش تروحوا في الصيف الجاي، دونك الحاجه هاو جاي زاد السولد في جويليا يبدا السولد، نجموا تشري وتخبيه، فما برشا حوايج نجموا تستفادوا منهم، هذوما ديجا الحاجات نفيدكم بيهم، وكانكم مروحين حتى في جويليا والا في اوت والكل مازال عندكم الوقت، فما وقت السولد يجي يعني 7 ظهيرلي ولا 8 جويليا يبدا السولد، فما حاجات كي تنقص وتنقصوا على روحكم حاجات اولويات يعني اللي تروحوا بيهم، ما نعرفش كان باش تحلوا دياركم باش تهزوا مواد التنظيف والا باش تهزوا حاجات الكوجينتكم والكل، تنجموا كل مره كل اوفر كيما عملت اني يعني تخطفوا حويجه وتخبيها، ديجا اني لي برودوي الكل شاركتهم معاكم، شريت كل شيء، اخذت الاولويات كل بالحق خذيتهم في وقت السولد، يعني الحاجات اللي ناخذوهم نربحوهم بالحق، واحد يخبي تراب ينساب، وتاخذهم هكاك في اللوفر ما تحسهمش، مش في الاخر يعني تخلي روحك تغسل روحك لاخر دقيقه، وبعد يكثر عليك المصروف وتلقى روحك برشا حاجات ناقصينك هكا. قلت لكم عاد نبدا نلم في روحي تو، ونشوف روحي شنو ناقصني شنو زايدني، مازالوا لي شويه كادوات هدايا، تسهلوا فيا ابتسام عطينا دي زيدي على الهدايا شنو تنجم تهز، والله اش باش نقول لكم فما برشا لهنا تحير، والله احنا ماذا بينا نهزوا ايطاليا الكل، ماذا بينا نهزاها والله العظيم، ماذا بينا نهزوا للناس الكل ونفرحوا الناس الكل، بالطبيعه كل حد امكانياته كل حد وظروفه كل حد يعني وشنو يقدر بالطبيعه، ما نعرفش اني شنو يعني انتم ولا وشنو في مخ حقكم انتم ولا شكون باش تهزوا، اما يعني سبحان الله فما برشا حاجات، فما لهنا تنجموا تهزوا البارفانات انتم بيان سور حسب ظروفكم، يعني فما حاجه غاليه فما حاجه رخيصه، تنجموا تهزوا القهوه لهنا عندنا القهوه لافاتسا البليني حاجه ياسر تحفونه يحبها برشا قهوتنا لهنا في تونس، فما زيد اكيد نعرف ايطاليا الكل فيها الاسواق، يعني تنجموا تاخذوا اشاربات، فما لهنا اشاربات ياسر مزيانين تفرحوا بيهم هكاك احبابكم واصحابكم،
كان كل حد يعني اشارب ودبوسة جيل دوش والا دبوسة شامبوان والا دبوسة بارفان، شكارة حلوة بيان سور والا شكارة شوكولاتة. قلت لكم هذوما الحاجات الكل تخطفوهم قبل الوقت، كل مرة تشري حويجة تخبيها تنصابها يعني، زادة تنجموا ايدي اخرى تشري وشلايك على شلاي يعني، كيف تلقاو اوفر هكايا ولا حاجة سوم مناسب تاخذوا، فما شلايك ياسر مزيانين كاليتي لهنا ياسر تحفونا، حاجات زادة مختلفة على اللي موجودين في البلاد حاسيلو هكاك يعني. هذوما افكار بسيطة يعني، كما الناس الكل يروحوا بيهم، مانيش اني جبتهم من راسي يعني، الناس الكل هذيك هي الكادوات متاعنا، شوية شوكولاتة شوية بارفان ما نعرفش اني كما قلت لكم جيل دوش شامبوان والا زادة فما ساعات تلقى ديزوفر هكا في المناشفي، بداو مناشفي ياسر مزيانين هكا، تحب تعطيهم كون كادو والا ما نعرفش اش لايك كما قلت لكم. اشاربات زاده في السوق فما برشا حوايج نجمو تهزوهم هكا. ديجا ان شاء الله اكون فتكم، خاصه الناس جديده في ايطاليا والا اول مره باش تروحوا لتونس ما تعرفوش، والكل ان شاء الله ميساج يوصل لكم وان شاء الله يعني تستفادوا من كلامي هكا. هو حاسيلو كيما تراو الدويره ديجا نظيفه، كملت عندي شويه دبش حطيته يعني يتنشر، ديجا اول ما قمت حطيت غساله ولقيت هذا ديجا قريب يعني نص نهار وحاجه يعني الفطور، باش دخلت باش نطيب الفطور من اللي قمت حشيكم بديت شويه لحم وعندي عصبان تو نحكي لكم على حكايه العصبان. حاسيلو دخلت الكوجينه باش نطيب الفطور، يحضر كيما نقولوا احنا مقطوع ظهره يعني، حكيت ماضي ساعتين هكاك نفطروا وهذا الريتم يعني، نورمالمون هذا الريتم باش يولي نتاع العطله، الفطور مأخر ونبدا مرتاحه حتى عشيه كامله نبدا ليبر، باش الصغار نخرجهم ونهزهم يعني يلعبوا والا ما نعرفش نهزهم نعملوا دوره والا كان عندي قضيه ولا حاجه، نحب روحي العشيه ليبر ما نبداش يعني مربوطه بعشيه على خاطر كان ما عنديش عشيه طيب، دونك ترسيلي نخرج ونبدا نجري ومش نطيب العشيه والكل. دونك قلت نطيب نحضر هكا الفطور يتغدى ويفضل الفاضل زيد نتعشاو بيه على خاطر صغاري عادي يعني، ولا وجوش والا راجلي نطيب مره برك يعني، كان فطور نتغداو كان طيبت عشيه زاد اللي كان فضل يعني ناكلو منه من غدوه. بالنسبه للماكله ما عنديش مشكل في الفاضل ناكلو، اللي كتب من ربي ونعمه ربي ما تلوحش الحمد لله هكا. هو عاد كيما تراو الفواح الفحات نتاعي ديجا قريب يوفى والحمد لله، كي قريب باش نروح باش نجيب الفحات شويه في الفلاح الاخرانيه ريحتها الحمد لله كمل لي العام، وبعثت بنتي زاده ربي فضلها لي مشات قضيت لي نحب نطيب كسكسي باللحم، واني الكسكسي باللحم ماذا بيا نكثر فيه الخضره يعني، نحبوا معبي بالخضره وبحكم الصغار ياكلوا معانا وبنتي جوري زادة تاكل معايا، قاعدة نسنس فيها كي في الخضرة ونرفسلها حسيلو ما نطيبلهاش وحدها الحقيقة تاكل معانا نكثر. جيت نضرب حسيلو على السفناريا ما لقيتش والقرع ما لقيتش، هي قلت لها برا امشي يقضيلي وبحذايا يعني ديجا الميركاتو بحذايا من با 200 متر ربي فضلها مشيت فيسع فيسع جابت لي قرعة، حسيلو كل قرعة تشهي كي فريشكا تعمل الكيف، وين كيما قلت لكم كسكسي بالعلوش يزمو يكون معبي بالخضرة. قصيت هاك القرع خذيت الشطر نتاعها والباقي ان شاء الله مره اخرى نعمل به حاجه اخرى، نحب برشا القرع يعني وندخله في برشا وصفات يعني في برشا منافع، خاصه القرع الاخضر كان عندكم صغيرات كيما جوري يعني صغيره من عام والا من 6 شهور ديجا على القرع الاخضر يدخلوه، واكلوا صغاركم القرع الاخضر والقرع الاحمر زاده هكاك يحلي الماكله ويجيهم حلو ويحبوه. وبيان سور الخضره موجوده تو نورمالمون يعني هونية في الخارج ديما لمحالة، ما فماش حاجه مش موجوده، صحيح ما مش بنينه كيما خضرتنا نتاع تونس وكلبنا والكل، اما هيك هنا نعديو بها فيها منافع جست على خاطر منافعها وكهو. حاسيلو حطيت القدره ديجا، بالنسبه لي اني الكسكسي باللحم ماذا بيا ما نقليوش نرميه رميان يعني، نرمي في الماء نسخن الماء ونحط الزيت بالطبيعه الكميه اللي لازمني نحطها، وحطيت الحيمات. حاسيلو قلت لك بعد حكيت العصبين اني ديجا قاعده نفرغ في الفريجو نتاعي، ماذا بيا قبل ما نروح نكمل الحاجات اللي في الفريجو نكمل ناكلوهم يعني، نحبش نخلي حاجه هكاك وبعد تتلوح والا نخلي الفريجو يخدم على حكايه فارغه، دونك هكا قاعده نخرج في الحاجات اللي عندي. لقيت عندي حشاكم شويه كبده واللحم والكل برا، قلت نمشي نعملهم شويه عصبان، العصبانه كذابه يعني من غير مسار ومن غير
من غير يعني كرشه والكل، جيست هكايا شويه لحم وخضره، وجات راهي فايحه فايحه. ديجا عملتها عندي 3 ايام التالي، جات بنينه بنينه ما نحكي لكم. شكاها وقلت مدامني باش نطيب كسكسي بالحم نرمي معاه مع عصبانه هكايا فايحه فايحه، جات راهي باش نحكي لكم. بنا تشره يعني خممت وقتها، قلت نعملهم شبتيه، وبعد هي قلت ابتسام اسهل حاجه، خاطر بالحق وقتها يعني الجمعه اللي فاتت كنت مضغوطه على الاخر، يعني اعطيني اسهل حاجه. جيست قلت لكم باش نعمه ربي ما تلوحش، وباش يعني الحاجة اللي عندي نستهلكها يعني. حسيلو كيما تروح حطيت كل شيء في الماء، ديجا اللحم وفواحد ده الحمات بالباهي بالباهي، وبعد حطيت الطماطم نكثر. ديجا اني كيف نعمل كسكسي باللحم ويبدا معبي بالخضره، نكثر الطماطم نحبه يبدا احمر ما نحبوش يبدا ازعر، والكل خاصه كي يبدا كسكسي بالخضره يبدا ياسر ياسر بنين ومشخشخ هكايا. وعندي برشا ما طيبتش فيهم كسكسي هكايا في وحكي ما نحب اني، دونك شخشخته جايه ما نحكي لكم، مش معاك العصبان والريحه. وكثرت فيه الخضره، حطيت حتى الفول، حطيت فيه عندي فول فصاص فول الاخضر، وتوعد وقت الفول موجود نورمالمون، الناس الكل خبيته عائلتكم والناس الكل عندكم، حتى في الخارج موجود، هو راهو يعني يبيعوا فيه لهنا ما فما حد شي فيل، كل شيء موجود. اما بالطبيعه نرجع ونقول يعني البنه نتاعنا ما تلقاهاش في حتى بلاصه، خضرتنا بالحق في تونس ما تلقاهاش، الغله زاده ما شاء الله كل شيء عندها نكهتها، كل حاجه يعني تحسوا بالنكهه نتاعها. هوني كما قلت لكم كل شيء موجود، حليب الغوله تلقاوها من النكهه ما تلقاش يعني البنه نتاعنا نتاع تونس والنكهه واللذه يعني، وكل ما تلقاوش لهنا هكا. حاسيلو حطيتك العصبانه هكا بعد ما غلي الماء واللحم هكا بدا حسيته بدا يغلي، دونك رميت العصبانه في الاخر نقبتها، هي ذيك اللي زدت فوحه الكسكسي وزدته بالحق بنا على بنا. كملت في الاخر حطيت السفناري هكا، وحطيت خاطر السفناري تطلب بزيد وقت، وبالنسبه للقرع والبطاطا باش نخليهم بعد نرميهم في الاخر على خاطر ما يطلبوش ما فيهمش روح يعني، ما يطلبوش برشا وقت باش يطيبوا. وباش نحط زاد الفول، تنجم تحطوا حمص بالطبيعه، المره دي قلت نحط كعبة فول. قلت لكم حسيلو قاعده نفرغ في الفريجو بالحق، الحاجه اللي نعملها نرتاح عليها، من بعد نحب كيف نروح ان شاء الله ننظف ونغسله ونخليه نظيف، نسكر عليه الضوء وننظف كل حاجه نرتاح عليها. كل يوم حسيلو قاعده نجبد في تركينا، القجره نتاع الكوجينه الكل قاعده نجبد فيهم وننظف يعني، ونشوف عولتي شنو عندي شنو ما عنديش، شنو الحاجه الزايده عليا شنو الحاجه الناقصه. بالحق يعني افقدوا رواحكم قبل لما تروحوا، فماش حاجه زاده تسوسلكم ولا حاجه تفقدوا عولتكم، خاصة العولة يعني قبل ما تروحوا تفقدها بالباهي بالباهي. حاسي لو مديت زادة شوية الكسكسي تو، بالنسبة للكسكسي احنا كسكسي العولة نستعملوه، دونك كما تراو سومتو نعبي عليه الماء، وبعد نستقطروا من الماء متاعو باش خاطر احنا الكسكسي العولة متاعنا ننشروه البرة يعني هكاية في السطح والكل، دونك كان في حاجة ولا غبرة ولا حاجة تتنحى نغسل الكسكسي ونخليه يشيح في الوقت اللي ديجا اللحم يطيب. كسكسي بالعلوش اسهل منه ما فماش، نتصور الناس كل تعرف الطيب ويجي فاوح يشره، ما يطلبش برشا فواح يعني، من با شويه فلفل اكحل شويه ملح وشويه يعني فلفل احمر، لا ما تحطوا له حتى شيء يعني، ما تكثروش الفواح في كسكسي باللحم، يجيكم الفيحة الكل في اللحم يعني، ما تنحيوش فيحة اللحم بالفواح ما تكثروش. وكما العاده تعرفوا ركشتي وقعدتي، خاصه هكايا راجلي اليوم يكمل بكري الخدمه، ديجا هو روح يلقاني مازلت ما كملتش، قال لي نمشي نرقد سويعه نرتاح سويعه نعمل سويعه نوم وبعد نفطروا. حاسيلو فيم سخون اش باش نحكي لكم، عملت له ركشه كما العاده، فخار بيان سور مدام كسكسي دونك فخار تونسي بالطبيعه، قاعده وركشه كي وصغار شيخ وعلى الاخر. ونظمت الطويله، حطيت قصيت زيدا سلايطه خضراء، صغار ياسر يحبوا السلاطه ومستنسين خاطرهم في المكتب يعني، يعملوا لهم برشا سلايط يعني خضر، يوكلوهم برشا خضره وكل مستنسين هكا كيف طوى يرتاحوا هكا والكل. نولي نعمل لهم ديما سلاطه، ننوع لهم انواع سلايط، مره نعمل لهم خضره طايبه، مره نعمل لهم سلاطه خضراء، كل مره حاسيلو ننوع لهم باش يبقاو على الريتم، يمشيوا الريتم تاع الخضره يعني، ياكلوا برشا خضره هكاك حاجه دخلوا، حاولوا يعني لماكسيموم دخلوا في عادات صغاركم انهم ياكلوا برشا خضره، صدقوني منافعها يعني كبيره برشا يعني. هما ديجا في المكتب ما شاء الله يعني من اكثر الحاجات اللي يعطيهم لهم، كاو استانسوا على الحاجه هذيك، وماذا بينا يعني الحاجه اللي تنفعهم ناكلوها لهم من تو من صغره هيك يعني باش يطلع بدنهم صحيح والكل، بالرغم اللي نعرف يعني الماكله تو تبدلت ماكلتنا تبدلت، اما نحاولوا يعني نبعدوا على الحاجات الخايبه، نحاولوا نبعدوا على المقلي هيك شويه، نبعدوهم على الحاجات اللي ما تصلحش، نحاولوا ناكلوهم كان الحاجه الصحيه. او اخر حاجه ديجا خليت الكسكسي نحطه يعني يتفور في الاخر بالكل، كما قلت لكم على خاطر هو ديجا مفور، دونك نفوروا مره برك في الاخر كيف نحس ديجا
ديجا اللحم بديتي، بقليت زيد غرينات فلفل بالطبيعه، البنه الكل في الفلفل المقلي، وقدمت الصحين بتاعي. بالحق نودكم ولا نشهيكم شقيله كسكسي فيه وحريحه، نهيره كي متاع راحه واول نهار عطله. بالحق ما نشهيكمش، وان شاء الله نكون عطيتكم ايديا كي ودباره مزيانه. نعرف خاطر تو اكثريه الناس تبدا حايره شنو في الصيف، يعني شنو الغدي شنو العشاء، اما الصيف خفيف سبحان الله، خفيف على الاخر باللي كتب من ربي، يعني كعبايه حوت هكايا وصحينا فلفل مقلي والا حاجه مقليه حاجه سهله، يتعدى يعني الحال والحمد لله. بالحق والله ربي ديما علينا نعمه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اللي جا وصلت معاكم للاخر، وان شاء الله تكون عجبتكم ركشتي كما العاده وعجبتكم طاولتي، وصلتكم كما العاده طاقتي الايجابيه، وان شاء الله زيدا يكون عجبكم كلامي ونكون خفيفه ظل عليكم. ونعاود نشكركم برشا 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 على كلامكم المزيان، اللي كلامكم اللي منورني. بالحق بيكم انتوما قاعده نقدم وقاعده نعطي يعني في كل ما عندي وكل يعني بكل حب، حاجه كل حاجه نعملها لكم بكل حب، ونحب نوصل لكم كان الحاجه المزيانه. تو ما بقى لي كنقول لكم بسلامه، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم فيديو اليوم، واستنوني بقدره ربي في فيديو جديد.